معانا كمان على التليفون دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أهلا 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 بيك يا أستاذ يوسف. ازيك يا دكتور عصام؟ تمام، نشكر ربنا. الحمد لله، مصر يا بخير، رب دايما. كلنا بخير يا أستاذ. طب إيه رأيك، مصر بخير ولا لأ؟ طبعا مصر بخير، مصر بخير وهتفضل بخير، وكل الدلائل بتقول كده يا أستاذ يوسف. الحمد يعني لله. إحنا مش بنقول ده يعني من منطلق التفاؤل، ولكن منطلق اليقين باللي بيحصل يوم عن يوم الحقيقة. يعني في رأيك مثلا، على بما ان احنا بنتكلم على مسألة لجنة العفو الرئاسي اللي اخلت سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، ده في حد ذاته جزء من البوادر او من البشائر او من العلامات شديدة التبشير في انه مستقبل البلد دي يتسع للكل؟ ده صحيح. انا خليني اخدها من منظور شوية أستاذ يوسف، يمكن أقول، مش عايز أقول أعمق، لكن عايز أقول أكثر تحليلا. يا سيدي أعمق. لا اتفضل. لا أولا وبالتالي إحنا النهاردة لما نبص على التنفيذ الفعلي لجنة العفو الرئاسية بعد تفعيلها، هلاقي حضرتك إنها في تديني أكثر من دليل. تكرارها النهاردة إحنا يعني ما شاء الله كده مش عارفين نعد كام مرة تم الإفراج، 8 9 10 ده الجزء الأولاني منها، اللي هو عملية التكرار والموجات زي ما حضرتك بتقول المتتالية. ثانيا الدقة في عملية الإفراج، مش بنفرج علشان زي ما حضرتك كنت بتقول في الانترو الرائع ان احنا بن مجرد استهلاك سياسي، ولكن الجزء بتاعها انه بيتاخد فيها الإجراءات صح والتدقيق المظبوط. ثالثا التنوع اللي موجود فيها، انتقلنا من الاحكام النهائيه الى المحبوسين احتياطيا. رابعا عمليه التاهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع المصري. يبقى بالتالي نقدر ناخد من دي. ثالثا بقى والاهم او الموضوع الاكثر مذاقا، انها اتت بعد الدعوات السخيفه المره دي، الناس اللي عايشه في وهم على موضوع 11-11. فده معناه لان هم كانوا واهمين ان الموضوع تفعيل لجنه العفو والحوار الوطني ده مجرد بس عمليه ارضاء واسترضاء ومؤقتا كما كانوا واهمين. لكن هي بتديني انا مدلول على ان القياده السياسيه كل ما تقول هي صادقه فيه، وبيتم تفعيل كل شيء فيها بدقه متناهيه. وانا مش عايز اربط تفعيل لجنه العفو بموضوع الحوار الوطني، مش اتعملت عشان الحوار الوطني، اتعملت مع الحوار الوطني. فدي معناها برضو ان فخامة الرئيس لما بيقول ان احنا عايزين مصر تسع للجميع وان اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، هذا كلام حقيقي واقعي. طب ناخد من ده كله ايه؟ احنا بقى علينا نعمل ايه؟ كشعب، كمواطنين مصريين في من اللي بيحصل قدامنا ده. اولا لازم افهمين ان كل كلمة بتتقال من فخامة الرئيس هي كلمة صادقة وكلمة بيعنيها وبينفذها فعليا. طيب احنا النهاردة بننتقل في ظل الأزمات العالمية اللي بتحصل لسه من ساعات في ربنا يستر، وأزمة عالمية اللي هو الصاروخ اللي أطلق على بولندا. فده معناها أن العالم كله متوتر، وإحنا بنتقدم بنعمل مؤتمر المناخ. طيب مش ده يدينا أن احنا لو احنا كلنا بقى الوطن كلنا يا أستاذ يوسف، يعني احنا بنقول الحوار الوطني، نجاح الحوار الوطني بيعتمد عليه، بيعتمد على كل المشاركين في الحوار الوطني ان يخلصوا النوايا، يكون في ثقه. لان وانا بعذر الناس وبعذر المجتمع من فقدان الثقه، لان اللي مرينا بيه على مدار ال 40 سنه اللي فاتت من وعود ولا تتحقق، اصبح الناس عندها فقدان ثقه. لكن انا الاوان ان احنا يكون عندنا الثقه في قيادتنا السياسيه. طب المسافه احنا بنقول ان احنا بنتعب وان احنا الظروف، على فكره احنا رايحين لحته احسن كتير، بس نقدر لو كلنا اشتغلنا بجد وحبينا بعض بجد هنقدر المسافات دي نقربها قوي في ظل الظروف الصعبه عندنا. وهنا وده برضو جزء من حديثنا في مساله اختلافات وجهات النظر، ده شيء طبيعي وعادي يجب ان يعتاد الناس عليه. كان لابد كي يستقيم الحوار الوطني ويصل إلى ما يصل إليه إن يبقى في عمل موازي متعلق بلجنة، هنا بقى ما بين قوسين اللي هي لجنة العفو، علشان نبقى بنؤكد بنكرس
طول الوقت إلى أنه لا توجد أي مشكلة في اختلافات وجهات النظر، سواء إذا كان في العمل السياسي أو في الطرح الأيديولوجي وهكذا. على كل فليكن ذلك ده جزء برضو من مناقشاتنا لما نتقابل بإذن الله وتنورنا. أشكرك دكتور عصام بجد حقيقة، ألف ألف شكر. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.